بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك السيد شهاب بن طارق في مراسم افتتاح قناة السويس بجمهورية مصر العربية بحضور وفود من مختلف دول العالم. الرئاسة الفرنسية تتقدم بالشكر لجلالة السلطان على جهود حكومة جلالته في العثور على الرهينة الفرنسية إيزابيل بريم التي كانت مفقودة في اليمن. شرطة عمان السلطانية تواصل جهودها في نشر التوعية المرورية للمتجهين إلى محافظة ظفار عبر المنافذ الحدودية، وذلك في إطار حرصها على سلامة زوار الخريف. الهيئة العامة للدفاع المدني تقول بأن رجالها تمكنوا من السيطرة على حريق شب في أحد منشآت تصنيع الأثاث في البريمي، ولم يتم تسجيل إصابات بشرية. تايوان تستعد لاستقبال الإعصار سوديلور الذي من المتوقع أن يصل إلى الجزيرة في وقت لاحق اليوم، محملا بأمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها القصوى إلى 170 كيلومتر في الساعة.